بنوجهها لكم عبر قناة الاتحاد اللبناني لكرة القدم عبر يوتيوب والتصفيات المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا وكأس يقطع الكرة من دون متابعة ومرة جديدة حذاري حذاري من هيدي الكرات حذاري من الفراغات الموجودة بخط الدفاع لا يا شباب لا يا شباب لا يا شباب عم نتلقى الهدف الأول بالمباراة على امل انه نشوف هدف التعادل محمد حيدر بيلعبها لداخل منطقه الجزاء جول جوان العمري عم يدرك التعادل بهاللحظات جوان العمري عم بيرد بسرعه وعم بيعادل النتيجه هدف التعادل لمنتخب لبنان عم بيسجله جوان العمري لاحظوا بالاعاده محمد حيدر لداخل منطقه الجزاء والراسيه الجميله من نور منصور وضعها على يساره لحارس المرمى هدف التعادل لمنتخب لبنان جوان العمري عم بيسجل قرار الحكم اللي احتسب ركله ركنيه حركه الكره حسين زين والعرضيه حسين زين والعرضيه جول محمد قدوح محمد قدوح عم بيسجل الهدف الثاني محمد قدوح عم بيسجل الهدف الثاني وواضح واضح تفوق منتخب لبنان بالكرات العالية بالكرات العرضية بعد هدف نور منصور يلي أو الهدف جوان العمري يلي عادل في النتيجة محمد قدوح حاضر ليسجل الهدف الثاني وهيدا هدفه الشخصي الرابع لمحمد لبنان عرضية هلال حلوة والرأسية الرأسية كان عم يخلصها سوجان بيريرا كابتن منتخب سريلانكا وحارس مرمى والنتيجة تبقى على حالها اذا الوقت الاصلي كان عم يعني عم نشوف الهدف عم نشوف الهدف الثالث بهاللحظات لمنتخب لبنان يعني ما كان واضح شو عم بيصير كنا عم نشوف الاعادة وسجل الهدف الثالث لمنتخب لبنان يعني ما قدرنا نشوف الهدف لكن بالاعادة كورنر تحركت هدف جميل هدف جميل 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 عم بيسجله جوان العمري لاحظوا بالإعادة لاحظوا بالإعادة دوح كان عم يتابع الكرة جوان حضرها لنفسه شو حلو شو حلو هلا عم بيكون مصدر الخطورة عن منتخب سريلانكا وبالتالي بهاللحظات عم بيحصل على ركلة جزاء رزيق ومهدي هلا حنشوف الهدف الثاني لمنتخب سريلانكا ونكون عم نصعب المباراة على حالنا او انه مهدي خليل حيحمل مرمى اللبناني من هدف ثاني فرصة اذا لمنتخب سريلانكا لتقليص النتيجة رزيق ومهدي رزيق بيتقدم بيسدد داخل الشباك داخل الشباك الهدف الثاني لمنتخب سريلانكا وحاليا الامور وبهاللحظات يعني الحكم الاردني احمد يعقوب ابراهيم عم يطلق صافرة نهاية المباراة بفوز منتخب لبنان على منتخب سريلانكا بنتيجة 3-2 سجل